والله شباب كيفكم راح هلا والله شباب كيفكم معكم جيمر برو. اليوم حنجرب لعبة امونجس للحل ما حخليها حلقة وراح خليها كذا فيديوهات منوعة من لعبة امونجس. طبعا حنبدأ في الجيم الاول بسم الله بدون ما اطول كلام، ان شاء الله يكون صوتي زين عشان يكون الصوت واضح. فخلنا ندخل اي جيم، ندخل هذا الجيم يلا بسم الله نبدأ. اوكي هذا الجيم بدأ. خليني ابدا جيم. اوكي راح قبل ما احسب سكيبه شباب عشان يبدا الجيم، ما انا فاضي. يلا نبدا الجيم الاول. الحمد لله اشتغل الجيم. اوكي الحمد لله نبدا. ترونيت يعني ما لها داعي اصير القاتل فول مره. طب يا بالله اعطيك كيك يا اخي، بالله احد يعطيك كيك يا اخي، ما حد مات بالله كيك يا اخي. يا ربي يا من دول يا يحاول يخرب الجيم بس دول. والله تبلع طرد، والله تبلع اكبر طرد. الو ايش اللي صار؟ والله ما ادري يا شباب ايش اللي صار بس والله شكله يا طلع الجيم يا طلع واحد يا طلع الامبوستر او ما بعرف شكله صار شيء ما عارف هذا شكله صار شيء بس المهم خلينا هذا. اوكي ما ادري ايش اللي صار، قولوا ليش صار شباب ليش قاعد يطلع. انا ودي هذا اللون الابيض اعطيه كيك ما ادري. اوكي بدينا الجيم الحين الثاني مو مشكلة. كروميت يلا عالي، مستحيل اطلع نبوسة من المحاولة الأولى لأن هذه صارت لي أكثر من مرة في اسمه حلقات أمونجاس اللي قبلها. اوكي هلا والله بالأزرق بعد عني عشان ما حقرب على واحد اسمه يشيلني ويقتلني في الجيم يقتلني. ما بعد عني. اوكي هذا الأزرق اللي هنا خليه بعد عني. ولا عرفني ولا عرفك الابيض واخر عني. ايش المين مات؟ اوه قتل ثلاثة، يمكن قتل ثلاثة وواحد طلع من جيم، قتل اثنين قصدي وطلع واحد من جيم. مين يا ترى مين القاتل؟ الابيض صوت ما قال شيء الى الان. اوكي التصويت صار على الاسود. خلص تصويت الخيار، تصويت على الاسود هو القاتل من جد، يعني القاتل هو الاسود من جد. والله انكم تحريات يا اخي، والله انكم صح عليك. نحن الحين بدا العدد التنازلي. Let's do this. اوكي انا اكيد بديت اشك انه حظي اسطوري. اوف وش الجيم السريع هذا؟ يا اخي اقسم بالله ما قتلت احد، والله اني ما قتلت احد. خير صوتوا على طول ايش في؟ والله سوي سكيب ما يدخل، راح سوي سكيب بلاش ما في وقت. اوكي ما قاتل اكيد انا قاتل يعني مو هو اكيد هو القاتل. بسم الله خلينا نبدا واخيرا ما يدخل يا ما يبغى ادخل يا طيب خليني فريسه سهله هاي نهرب ولا كانه في صار شيء ولا كانه صار شيء. اوكي اوه لقوا الجثه، اوه لقد عثروا على الجثه. على فكره هذول كلهم طلعوا، انا ما قتلت الا واحد والله من جد. الابيض قتلته بس يعني ما قتلت الناس اللي هذول طلعوا كلهم. اوكي خلصنا يا شباب التصويت، والحين التصويت صار ثلاثه اورنج واثنين اخضر جرين. مو هو اكيد ها، لازم شباب نلعبها بحذر لان ما باقي الا شوي من الجيم. لو خلصت اللي في الجيم انا خلاص بدعت. لو خبلوني وضغط الزر يا ريتني اقتل احد قبل ما يقتلوا قبل ما يصوتون يعني قول يلو يا شباب. واو الحين يا شباب يمكن لو الحين فزت انا ولا لا؟ انا فزت ولا لا؟ الحين شوف فزت
لا يبغالي اقتل واحد بس، يبغالي بس اقتل واحد. اوكي يا شباب لا حد يضغط زر هذا حيروح. يا لا ضغط الزر والله كنت ابغى اقتل. لا No! لا يا اخي عن ام يا الله او ماي. الاثنين قاعد يتعاونون، الاثنين يا شباب قاعد يتعاونون. يا الله حرام يا اخي مفوز. يا الله هذا الشباب الجيم الثاني اللي اكون قاتل وما افوز ولا بجيم اني اصير قاتل، مستحيل افوز بجيم وانا اصير قاتل. وبس يا شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك تشتركون في القناة. كان معكم جيمر رورو، مع السلامة. قبل ما تطلعون، هل تبغوني اغير اسم القناة واخليها مستر جيمر او مستر برو؟ حددوا انتوا في التعليقات تحت وقولوا لي يعني، واغير شكل القناة اخليها غير اطورها، ولا واللعبة اللي تبغوني اسجلها اكتبوا لي اياها في التعليقات لا تنسوا. وهذا كل شيء، سلام عليكم.